مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم الرياضي صدر الشام الذي ياتيكم كل يوم اثنين في تمام الساعه السابعه مساء واليوم حلقه جديده للحديث عن دور المناصير للمحترفين واخر النتائج والتقلبات والمرحله المقبله والى اين سيحسم هذا اللقب وهذا الدوري الذي يعني كان بالنسبه لعدد كبير من المتابعين دوري يعني كان غريب جدا في نتائجه وفي بالاخص في فترته الاخيره يعني بتحكي ثلاث فرق تنافس على اللقب واكثر من خمس فرق او ست فرق تنافس على الهبوط والنتائج غير مرضيه وجماهير كره القدم الاردنيه غاضبه جدا على انديتها بالاخص انديه الفيصلي والوحدات والرمثا ايضا الذي يعني في هذا الموسم ظهر بصوره غير عن اللي كانت متوقع منه في السنوات الماضيه بالرغم انه يعني في السنوات الماضيه ما كان ينافس على البطولات اليوم رح نتحدث بشكل كبير وبشكل مفصل عن هذه المرحله مع ضيفنا العزيز الكابتن جهاد عبد المنعم في البدايه مساء الخير مساء الخير حبيبي لانك يعني يسعد مساك ويسعد مساء الاخوان بالاستديو ويسعد مساء الجمهور الرياضي الأردني يعني احنا مبسوطين كابتن دائما ان النجوم القدامى يكونوا معنا وبالاخص انتم كنتوا يعني في زمنكم كنتم رموز لانديتكم في الانتماء والولاء والجماهيريه يعني الحلقه الماضيه كان الكابتن جريس واليوم الكابتن جهاد معنا للحديث عن كره القدم الاردنيه هذا الشيء كثير اسفقا الله سنة. يخليك واحنا بنتشرف فيك وطبعا دائما ابدا احنا بنتشرف بالجمهور الرياضي واحنا كلاعبين قدامى دائما وأبدا زي ما بيحكوها تحت الامر لانه اللاعب الرياضي هو بيلعب تعرف دائما ابدا على التواصل مع الجمهور وحتى بعد اعتزاله باي مناسبه يكون في تواصل مع الجمهور دائما ابدا احنا حاضرين يسعد مساك كابتن كيف شايف البطوله؟ يعني اخر مره كنت معنا ضيف كانت الموسم الماضي كنت تقول كابتن جريس مع بعض معنا وتحدثنا عن الدوري الموسم صحيح. الماضي لكن الموسم هذا يعني كل سنه بنشوف منظومه كره القدم الاردنيه للاسف من اسوء لاسوء بشكل عام كيف تقرا بطوله الدوري بشكل عام؟ والله السنه يا اخ ليث بصراحه بطوله الدوري بطوله غريبه عجيبه يعني بطوله بلا طعم بصراحه اذا بدك تيجي تقيس موضوع الفرق ال 12 فريق الموجودين بالدوري بين اللي يعني بينافس على الصداره او بينافس على الهبوط بصراحه ما في مستوى ثابت، اكيد رح نيجي كمان شوي بالتفصيل لبعض فرق وبعض انديه موجودين، بس بصراحه بالمجمل يعني انا بجوز عندي مقوله السنه يعني على ضوء اللي شفناه انه بطوله الدوري السنه صح بصراحه بدون بطل. بدون بطل هذا يعني عدد كبير من المتابعين يعني ما فيش اي فريق مستحق اللقب لكن في النهايه راح تحسم الامور لاحد الفرق لو جينا نتكلم بشكل عام والحديث يعني عن مباريات الشباب الاردن والحسين اربد شباب الاردن حقق فوز على نادي الحسين اللي اصبح الان نادي الحسين في وضع صعب جدا خصوصا المباراه المقبله امام النادي الفيصلي كيف قرات هاي المباراه وشفت نتيجة بصراحه يعني خلينا نبدا مع فريق شباب الاردن فريق شباب الاردن بصراحه من بدايه الموسم بتعرف اعتمد على مجموعه من ابناء النادي ومجموعه من الشباب بقياده المدير الفني الكابتن جمال محمود وبصراحه اللي عمل معهم في مرحله الذهاب شغل كثير كويس بس اللاعبين ما يملكوا هذيك الخبره طبعا عشان هيك في مرحله الاياب ما كملوا اعتقد فوز شباب الاردن على الحسين اربد يعني وضعوا في يعني في يعني في مرحله الهبوط وهي صعبه على فريق زي الحسين بصراحه الحسين كمان السنه من الفرق اللي كان بتقدم اداء كثير كويس ومنسجم وفريق بيلعب كره على الارض وقدم نتائج كويسه في مرحله الذهاب بس يعني ما يتبع الحسين يتبع كثير أندي السنة بصراحة بدورينا اللي هو التخبط في الأجهزة التدريبية بتغيير الأجهزة التدريبية بتعرف أنت ما بتغير أكثر من جهاز في الموسم واحد جهاز أو جهازين أو ثلاثة على مستوى أجهزة تدريبية فكر اللاعبين أكيد رح يختلف من مدرب لمدرب أعتقد هاي في أغلب الوقت بتكون نتائجه سلبية تعد سلبية لو أيضا تحدثنا كابتن كانت مباراة الأصالي والبقعة والبقعة بدأ يعني يقدم مستويات أفضل من مرحلة الذهاب مع الكابتن تاهر الجسام وحقق الفوز على نادي الأصالي اللي يعني ودع بطولة الدوري وهبط أول كان أول الفرق الهابط رسميا انتهت المباراة بفوز البقعة 2-1 بشكل عام الفريقين كيف تشوفهم بطولة الدوري؟ والله أول شيء خلينا نحكي على الأصالي أنا على فكرة الأصالي دربتهم في مكان يلعبوا في فريق درجة ثالثة وعلاقتهم كثير كويسة الإخوان الأستاذ وليد عدوان وأيمن وكايد كلهم إخوان وأحباء وأعزاء بصراحه السنه زي ما بتعرف الاصالي كثير انظلم فريق اول مره عم بيلعب بالدوري بصراحه قدم مستوى كثير كويس ورائع خاصه قدام الانديه الكبيره يعني فريق له كل الاحترام واعتقد الاصالي يعني بعد هيك لما بقعد على الدوري المحترفين اعتقد راح يكون له دور وشأن كبير زي بعض انديه اعتقد يعني لمسنا هذا الحكي مع ذات راس مع كفرسوم مع الصريح في بعض مراحل كانوا منافسين على الدوري واعتقد هاي المقولة راح تطبق يعني باذن المولى على فريق الاصالي اللي بكلهم كل احترام بصراحة فريق البقعة في مرحلة الإياب اختلف كليا يعني بشكل جذري مع وجود المدرب أنور جسام، الفريق عم بيادي بيادي يعني في منظومة للفريق، في منظر للفريق في الملعب، في نتائج وهاي ميزة، اثنين اللاعبين كمان الروح المعنوية رجعت لهم بشكل كبير ومن أحسن الفرق في مرحلة الإياب يعني على مستوى أداء ونتائج بصراحة اللي هو فريق البقعة. فريق البقع كابتن أيضاً الرمثة والاهلي ايضا كانت المباراه انتهت بفوز نادي الرمثة بهدفين مقابل الأشياء على نادي الاهلي نادي الاهلي بجزء الان فقد فرصه كبيره في المنافسه على اللقب يعني لو الاهلي حقق الفوز بجزء الان وضعه قوي في انه يحصل ويحصل بطوله الدوري ايضا الرمثة بهذا الفوز يعني كان وضعه نجا شوي من دائره او شبح الهبوط مع الفرق صحيح احنا بصراحه يعني احنا كلاعبين دائما ابدا يا كنا نلعب او حاليا احنا كمتفرجين دائما ابدا نحن نتمنى الرمثا يكون دائما ابدا منافس على الصداره فريق نكهته فريق كبير عنده لاعبين انا دائما ابدا بحكي الرمثة ولادي باللاعبين عندهم مواهب بشكل كبير بصراحه وحرام فريق الرمثة اللي بيصير فيه يعني هذا الحكي حاليا يصير أنا بتمنى الموسم القادم فريق الرمثة يعيد ترتيب أوراقه وأموره وظروفه لأن وجود الرمثة يعني كثلاثي مع الوحدات والفيصلي أعتقد بعطي نكهة للدوري إذا بتحس أنت بتحسب لاعبين الرمثة عندهم لاعبين كثير على مستوى ومستوى رائع سواء على مستوى المهارة الفردية أو على مستوى الفريق الجماعي بس في اشكاليات اكيد طبعا يعني احنا بغنى الحديث عنها حاليا خلينا نحكي بشكل عام اتمنى طبعا الرمثه الموسم القادم يعود اذا نيجي الأهلي اخ بصراحه الاهلي يعني مع شباب الاردن من احسن الفرق اللي قدمت السنه كره قدم امتعتنا في اغلب المباريات طبعا لما تقيس انت اي فريق كره قدم دائما دائما بتقيسه على الموسم كامل بصراحه الاهلي بالموسم كامل يعني كان في مباريات نزل المستوى بس اغلب مباريات الاهلي عم بيادي بصراحه الاهلي لو عنده الخط الخلفي على مستوى خط النص وخط المقدمه اعتقد على ضوء النتائج والامور اللي صارت اعتقد بيكون الاهلي بطل الدوري السنه يعني فقد الفرصه كانت بجوز خسارته الاخيره ولسه الامل موجود ترى ده يعني منطقيا لسه موجود طبعا الفرق يعني خمس نقاط لانه ضايل مباراتين ممكن يعني, بالدور يعني بالدوري بالدوري العجيب اللي احنا فيه السنه ممكن كل شيء يصير آه احنا نحتاج نشوفه من الانديه يعني نعم على البطوله الفيصل ووحدات نعم وحدات ممكن يخسروا مباراتهم الجاي الفيصلي والكفرسوم وتعادل ايجابي بهدف الهدف نقطه كانت ثمينه لكفرسوم والنادي الفيصلي اللي يعني بجوز لو حقق الفوز الان هو بالصداره مع نادي الوحدات يعني بصراحة كفرسوم من حد ما استلمهم الأخ أسامة قاسم والشغل اللي قبل هيك اللي كان عامله برضه يعني المدرب اللي قبله عمل نقلة نوعية بالفريق، بتعرف يعني كرة القدم مش بس برضه تدريب في الملعب، لها نواحي نفسية كثير مطلوبة، أعتقد الكابتن أسامة يعني عمل معادلة بين الناحية النفسية والناحية البدنية والأداء للاعبين في الملعب، وأعتقد كفرسوم عم بيأدي يعني شيء كويس، وحالياً بصراحة يعني مرحلة الهبوط يعني الفرق اللي بتنافس على الهبوط راح يكون في مشكلة كبيرة في المباراتين هذول واعتقد يعني زي ما بيحكوها هسه مجال للمحاباه يعني خاصه تحت لا تحت ولا فوق ما في محاباه، اعتقد اللي راح يثبت السنه راح يثبت الجداره وراح يكون له دور مشان يعيد ترتيبه للموسم الجاي. الفيصلي بتعرف الفيصلي فريق كبير، له جمهوره احد القطبين الكره الاردنيه ان غاب الوحدات او الفيصلي عن عن المنافسه يعني احنا كلياتنا كجماهير بنعترف بنعرف انه ما في رياضه بصراحه وما في ما في نكهه الدوري. الفيصل فريق كبير طبعا الاشكاليات الموجوده زي عند الوحدات والاهلي وبعض عندي موجود عند الفيصل بتعرف تغير الاجهزه التدريبيه مشاكل مع بعض اللاعبين ظروف اوضاع اعتقد يعني زي ما حكيت لك السنه دوري بلا طعم بكل المقاييس بصراحه كابتن لو حكينا ايضا عن الصريح والجزيره والتعادل كان سلبي بين الفريقين الصريح يعني فريق يحسب له حساب بصراحة يعني كان أغلب الناس السنة مش متوقع الصريح بصراحة ينافس على مرحلة الهبوط على ضوء ما قدموا العام العام الصريح يعني قدم مستويات كويسة ووصل يعني للمركز الرابع تقريبا وكان بيأدي يعني مع حتى مع الفرق الكبيرة وبحرج الفرق الكبيرة وبغلبها سواء في عمان أو في أرضهم في إربد الصريح السنة برضه اختلف يعني ما قدم المستوى المطلوب منه أعتقد كل فريق السنه بنجي من الهبوط الموسم القادم رح يعيد ترتيباته بطريقه صحيحه 100% مشان ما يوقع في المطب اللي وقع فيه السنه بصراحه. اوكي كابتن الو تحدثنا وبشكل موسع يعني في هذه الحلقه ونخصص المساحه الاكبر للحديث عن نادي الوحدات، نادي الوحدات اللي المفروض الان هو يعني كانت الفرصه الاكبر له انه يحقق بطوله الدوري اجته اكثر من فرصه. لانه يتصدى اكثر من هديه على أكثر من على حق الجميع جميل. وهو وحده الفيصلي والفيصلي رفض الهدايا، يعني قاعدين بتعازموا على الدوري مع ذات راس وكانت خساره يعني غير متوقعه وبنتيجه كبيره واداء كان سيء جدا من نادي الوحدات وخساره بثلاث اهداف لهدف هو اول شيء اخ يعني موضوع الهدايا في كره القدم بالنهايه يعني انا ضد يعني هاي المعلومه بالذات، هو مش موضوع هدايا هو اكثر ما موضوع انه كل فريق في النهايه بده يخدم نفسه انا كوحدات او كفيصلي او كاهلي كشباب الاردن في النهايه لما بلعب مع فريق منافس اذا غلبته بدي اقرب من الصداره في النهايه بخدم نفسي قبل ما اخدم غيري هلا النتائج في بعض المراحل بتخدم الانديه بصراحه يعني احنا فريقنا السنه كثير خدمته النتائج بصراحه بس لغايه الان احنا كفريق لغايه الان ما استغلينا هاي الفرصه هلا الاسباب كثير بصراحه اذا بتحب نجزها شوي شوي تغيير اجهزه تدريبيه على الوحدات تعرف يعني فريق زي الوحدات ممرق عليه في الموسم الواحد ثلاث اجهزه تدريبيه صعبه جدا صعب جدا عدا أنه الحالة النفسية والمعنوية للاعبين كمان سيئة هلأ الجمهور سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين عند اللاعب يعني أنت لما بتحكي بعقلية احترافية أنا كلاعب كرة قدم إحنا كنا نلعب على مستوى الهواء بس يعني في المقابل هذا الجمهور أنت كلاعب يا بتخليه ميزة معك يا بتخليه ضدك يعني أنت جمهور كبير عريض مفروض يكون تخليه ميزة معك وتكسبه بس اللاعبين يعني حاليا عم بيعملوا العكس للأسف يعني من حد ما استلم عماد كان صار في مشاكل اجى الكابتن ارقم سلمان كان في شويه تغييرات يعني ما اعطت المفيد زي ما بيحكوها اجى الكابتن رائد واخوي هشام ولغايه الان حتى من حد ما استلم رائد وهشام يعني انت بعد كل المباريات لغايه الان يعني ما لعبنا ثلاث مباريات على تشكيل 11 لاعب حتى ثبات التشكيل في فريقنا كوحدات لغايه الان مش موجود مع انه احنا كوحدات عندنا لاعبين عندك دكه بدلاء كثير ناس بتغنى فيها بتقول لك اي فريق عنده دكه بدلاء اعتقد صحيح. عنده الميزه سواء لا سمح الله من اصابات لاعبين ما توفقوا خلينا نحكي من خلال المباريات فعندك دكه بدلاء ممكن تستفيد منها كثير بس احنا كل هاي الشغلات لغايه الان ما استفدنا منها طب كابتن يعني بدنا نتعمق ونحكي اكثر مع نادي الوحدات لكن نعطي حق لنادي ذات راس اللي قدم امبارح الاداء الرائع وقدم مباراه جميله استطاع يسجل ثلاث اهداف يعني في شوف في حوالي 10 دقائق طبعي. العام ذات راس من احسن فرق الدوري بصراحه كان يعني بجزباو نعم. لاعبين اللي هو اللاعبين السوريين راحوا لاخواننا لفريق الجزيره وما هيك ذات راس ما تاثر كثير يعني صح هو حاليا بينافس على الهبوط بصراحه يعني امبارح فريق ذات راس فريق يحترم له حق يفوز استغل الفرص بطريقه صحيحه، فريق بيلعب بجديه، بروح، بانتماء، هذا شيء مطلوب عند لاعب كره القدم. الناحيه البدنيه مش كل شيء مرات، الناحيه البدنيه بتخليك تركض وتتعب وتؤدي منك المطلوب، بس كمان الروح والنفس اللي موجود بالفريق، إذا بتلاحظ فريق ذات راس أنت يعني على مستوى العدد بنعتبرهم 11، بس هم كانوا واقعيين في الملعب كأنهم بتحسهم 15 لاعب. الروح اللي كان موجود عند لاعبي ذات راس يعني بصراحه تحسب لهم وانا بشكل شخصي كوحداتي طبعا انا زعلت خساره فريقي لكن اقول لذات راس الف الف, ألف مبروك لانه هاي هي اساسات كره القدم لازم الناس تتعلم من بعض اشياء حتى لو بتعلمها من منافس طبعا المنافس انا بحترمه وبقدره بس لازم اذا في شيء اتعلمه من منافسي لاتعلمه واستفيد منه طب كابتن لو تكلمنا في المباراه خلينا يعني نبعد عن الاسباب مثلا أدت انه نادي الوحدات يكون مستوى بهذا الشكل بالمنافسه بالرغم انه كان يعني اغلب المراحل متصدر لبطوله الدوري ومنافس يعني ما يعني انه ما كان فيها النتائج السلبيه كثير لكن مش الاداء الـ الـ الوحدات ونشوف خسائر المتتاليه بعيدا عن كل هاي المشاكل ونحكي في المباراه وبال90 دقيقه كلاعبين يعني بتنظر لهم كاسماء كلاعبين شباب مميزين والكل بحسد نادي الوحدات على اللاعبين اللي عنده كان آه. دكه البدلاء او 11 لاعب في, في الملعب لكن يوم ما تبلش المباراه 90 دقيقه هاي وبدعم جماهيري كبير يعني حتى بالكرك امبارح جمهور الوحدات بأزر الفريق بشوف اداء آه. الوحدات سيء ليش يعني, يعني إذا هل لك هل بتكون اللاعبين الروح عندهم مش موجوده والله شوف يعني ولا هذا اللي عند اللاعب قدم كل اللي لا والله بالعكس يعني بجوز العام اول عام آه انا يعني بحكيها مع احترامي لكل الانديه والاخوان بجوز احنا صرنا من ثلاث اربع سنوات يعني موضوع الاحتراف يعني في انديه بتكون احسن السيئين وعم بحقق بطوله الدوري بصراحه يعني خلينا نكون واقعي احنا من اربع خمس سنين ما شفنا بطوله دوري زي قبل ال بطوله ممتعه على مستوى الاداء على مستوى اللاعبين على مستوى الجماهير بصراحه من خمس سنوات وجاي ما في بطوله تحكي انها بطوله دوري بمعنى الكلمه تحس انه الفريق اللي بياخذ الدوري فعلا الفريق بيقدم مستوى اداء ثابت حتى لو في بعض المباريات بينزل مستواه بس هذا الحكي ما مش موجود هلا موضوع اللاعبين تعون الوحدات بصراحه يعني الموضوع مش تدريبي ومش فني مع احترامي نعم الموضوع يعني يعني بشكل عام بتحس فيه خلل الخلل وين بصراحه لغايه الان مش قادر حد يحصره بس انا برجع بالنهايه انا يعني بحكي لك كلاعب كره قدم بالنهايه انا كلاعب كره قدم كل الامور ما بتعنيني شيء طالما دخلت الملعب انا كلاعب بدي اقدم المستوى المطلوب مني وادي اللي علي لانه بالنهايه الفوز والخساره بالنهايه يحسب لمين يحسب اللاعب اللي يكون في الملعب او اللي قاعد على خط البدلاء بصراحه ففي مشكله ومشكله كبيره لغايه الان بصراحه النادي والجهاز الفني مش قادر يحصرها زي ما انت حكيت اخليث وانا بحكي والجميع بيحكي الوحدات عنده 11 لاعب وعنده 11 برا طب انا عندي 11 وعندي 11 برا واغلب مبارياتي يعني أنا كوحدات ممكن انا من اربع اسابيع حسبت بطوله الدوري الخلل بصراحه يعني انا يعني بحمل جزء من الاداره لهذا الموضوع جزء للاجهزه الفنيه وجزء كبير كمان مع انه الناس بتقول لك اللاعب لا انا بحمل جزء كبير للاعبين بهذا الموضوع كابتن جزء الان جمهور يعني بالخاص الموسم الحالي طلع يعني بمقوله دائما اللاعب متخاذل اللاعب بتواطا مع مثلا الناس اللاعب محسوب على فلاعب. يعني انت كلاعب سابق تتوقع في يوم من الايام انه اللاعب والله ما يقدم كل شيء عنده مثلا يكون لاعب حاب لها نفس الخساره يعني انا دائما بقول بستغرب بقول مستحيل لاعب اي واحد بيحب فيش واحد بيحب الخساره يعني وكل لاعب بده يعمل لمصلحته لو حكينا في النهايه مصلحته تعني انه في المباراه يقدم كل ما هو لا عنده لا ما اعتقد احنا بس عشان ناخذ شغله بعين الاعتبار أخليث يعني الجمهور الرياضي الاردني جمهور عاطفي وخلينا احكي لك بشكل شخصي تعيشت مع جمهور الوحدات جمهور الوحدات يعني هو بكون عصبي في حال الخساره بس هو جمهور محب وبقدر فريقه وانا اعتقد انا كجمهور لما بقدر فريقي مفروض اللاعبين كمان تقدرني هلا انه هذا محسوب على فلان او هذا محسوب على فلان او لا سمح الله في ناس بتبيع المباريات اعتقد موضوع البيع لو صار لا سمح الله هي من مش اي بيع. شخص اللاعب مثلا بيكون ما بده حتى حتى لو حتى لو انت يعني خلقا وادبا وانتمائك وحبك للكار اللي بتلبسه عيارك نزلت داخل المربع الاخضر بدك تقدم اللي عليك، هلا بغض النظر في كثير لاعبين على مستوى انديه مش على مستوى الاردن على مستوى العالم بجوز في سوء فهم مع جهاز فني مع اداره، بس لما ينزل الملعب بقدم اللي له اللي عليه، لانه بالنهايه كل شيء محسوب له، انت كلاعب كره قدم لما بتقدم مستوى طيب ومستواك بعلى، اول شيء انت كجمهور بضل يحبك، بضل يقدرك، بضل مسموعاتك كثير كويسه، اثنين احنا بزمن الاحتراف، زمن الاحتراف شو هو؟ زي ما الاحتراف انا كلاعب كره قدم امن مرتاح على مستوى البلد على مستوى النادي اللي بلعب فيه اثنين لما بحسن مستواي هو بالنهايه برجع الي شخصيا اثنين برجع نادية يعني لو اللاعب لو انه ياخذها من نوع انه يحب نفسه زياده عن اللزوم طب ما هو المستوى لما بقدمه بالنهايه يحسب له بعدين يحسب لنادي صحيح وخنقيس في لعيبه كثير بلشت خلينا ناخذ منذر ابو عماره اول ما بلش كثير كانت الناس تنتقده وصل لمرحله حاليا اخر سنتين من اللعيبه المميزين بالاردن على مستوى الوحدات لاعب صاحب الحلول الفرديه هلا عم محترف بالكويت يعني انا اتوقع اذا بضل يحافظ على مستواه من اربع خمس سنين بيرجعش على الاردن يلعب فمن النهايه مين اللي استفاد اولا واخيرا هو لاعب كره القدم نفسه صحيح فاعتقد انه هاي المقوله انه بعض هيك وبعض هيك اعتقد انه يعني مش منطقي يعني هذا دائما كلام بعض الجماهير اكيد اكيد انا أكيد. انا معك أنا يعني, أن زي ما للصورة. انت زي آه. ما انت بتتابع اخ انا بتابع صحيح انا عندي جروبات كثير على مستوى الواتساب على مستوى الفيس منيح كثير ناس بتحكي هلا الناس بتحكي مرات من العصبيه من الزعل من يعني بس مع بالمقابل قول يوم الجمعه في مباراه الوحدات والرمثة كل الجمهور اللي سمعته اللي كان زعلان ومتضايق وتعبان وعم بنتقد وبنتقد وبنتقد راح تشوفه يوم الجمعه موجود ليش لانه محبته لهذا النادي تقديره لهذا النادي هلا الجمهور متى بزعل جمهور الوحدات او الفيصلي او الرمثه لما يعني بتابع فريقه بتلاقي فريقه ما بيأدي يعني المطلوب منه في الملعب، انت أد المطلوب منك في الملعب بخسر انت كلاعب بتكون مبسوط لانه الجمهور بالنهايه راح يزقف لك بقول لك ادى اللي عليك ما توفق ماشي الحال، بس انت تنزل وما تادي اللي عليك ومش في مباراه بنحكي في مجموعه مباريات، يعني. اعتقد هذا يعني الجمهور في هاي الناحيه معه حق في بعض شغلات من الجمهور بصراحه انه في ناس بتزيدها بآليه معينه بس لانه بالنهايه زي ما قلت لك لحظه عصبيه بديش ادافع عن هون او دافع عن هون بصراحه صحيح بس بالمجمل لازم نكون طاولين الروح هون الروح وراح تلاحظ يوم الجمعه في مباراه الوحدات والرمثة راح تلاقي جمهور كبير موجود نفسهم اللي كانوا او جزء منهم اللي متضايقين وزعلانين في هاي المباراه حقهم بالنهايه يعني هو واحد صاحب الجمهور بعتب من محبته للنادي وخوفه على مصلحه النادي في مقوله من بعض جمهور الوحدات بيقول لك اذا فزت استت فخرا واذا خسرت استت عشقا <applause> يعني بالنهاية أنت يعني رح توصل لمرحلة شوف الجمهور نكهة كرة القدم هلا أنا وياك بدنا نلعب في مباراة رسمية وحدات وفيصلي أو وحدات ورمثة أو رمثة وفيصلي بصراحة بدون جمهور أنت كلاعب لما تفوت تحمي نفسيا إذا في الجمهور بينك وبين نفسك بتكون متضايق لما يكون في جمهور بعطي نكهة لكرة القدم وهذا واقع مش بس عندنا في كل دول العالم صحيح طب كابتن وين هالفرق بين أيامكم والأيام حاليا أوكي بنعرف احتراف وأصبحت في مصار وصار الواحد يلعب قبل الواحد كان بس بده انت مولي بس ما زالت اليوم يعني في بعض الامور مشاء يعني كحضور جم جماهيري الان قاعد بحضر بالاخص اللي حكينا نادي الوحدات يعني في الزمان نادي الوحدات دائما الملعب فل والان قاعد بحضر جماهير وبتازر الفريق حتى في التدريبات ايضا بتازرهم باعداد كبيره أه تحكي الامور الماديه افضل افضل بكثير يعني توفرهم شغلات بس ما كانت توفر على ايامكم بالرغم من هذا بنشوف الايام السابقه لليوم الناس بتتغنى فيكم بتتمنى انه لسه موجود ناس منكم موجودة في الملاعب وين بتشوف المشكله بتشوف انه افتقدنا للاعب المميز خلينا نحكي ولا اختلفت عقليس اللاعب مع الاحتراف خليني ارجع <applause> ل من حديثك سيد ليث تحملني حبيبي خذ شوف زمان انت حكيت كان الجمهور يحضر بكثافه بكثافه ليش؟ لانه كان في فرق على مستوى مش فريق واحد واثنين كان التنافس وحدات وفيصل ورمثا واهلي وحسين وجزيره بصراحه كان اغلب مباريات الدوري كان فيها جمهور الجمهور ليش بيجي؟ لانه في اداء وفي نتائج وفي شيء يعني برضيه على مستوى النظر فعشان هيك الجمهور كان يتواجد بكثافه هلا يعني من زي ما حكيت لك من اربع خمس سنين وجاي بصراحه خفت المواهب بشكل كبير بدليل تعال على مستوى الكره الاردنيه كلها فيش عندنا هداف على مستوى الكره الاردنيه مدافعين طرفين ملعب على مستوى كبير مش موجود يعني بصراحة بعض الأندية بتعاني هلا احنا اذا بتلاحظ يعني كل ادائنا ولعبنا اذا بتلاحظ يا محصور في نص الملعب يا اغلب بطبات عالي صعب تلاقي فريق لغايه الان يلعب ست سبع ثمان لمسات ينتقل صحيح. من مرحله لمرحله من خط الدفاع لخط النص مع طرفين الملعب هذا الحكي مش موجود ليش مش موجود لانه خفت المواهب المواهب صاحبين الحلول الفرديه لغايه الان مش موجوده اطراف الملعب في كل انديتنا للاسف اذا تيجي تقيسها نفس القصه عندنا مشاكل كثيره للاسف هلا انا كفريق لما بدي ابلش موسمي الوضع الطبيعي اشوف وين نواقصي اذا نواقصي من فرق الناشئين بقدر اجيبها هيني خير وبركه لانه من نفس ابناء النادي بس اذا ما قدرت بدي ادور على البدلاء اللي موجودين من الخارج يعني اذا بنحكي عن منظومه احتراف كامله أخليث اول شيء لازم يكون عندنا احتراف على مستوى الادارات مع صحيح يعني إيه؟ انت لما بتيجي انت كمدرب كره قدم هلا انا كمدرب كره قدم راح ادرب فريق كره قدم الاول لما بتعاقد مع نادي بدايه الموسم انا كمدرب اشوف شو خياراتي شو الفريق شو في عندي نواقص الفريق وانا اجيبها احنا بانديتنا للاسف لغايه الان اغلب اللاعبين مين بيجيبهم الاداره الادارات مع احترامي لكل الادارات صحيح. كلهم على عين وراسي بس الوضع الطبيعي هو المدير الفني لما بتعاقد معه هو المسؤول عن يجيب شو النواقص الموجوده بالفريق مشان يتحمل المسؤوليه بالنهايه بس انا انت انا كمدرب انت كاداري بتجيب لي لاعب اثنين ثلاثه وبتقول هاي الموجود دربهم طب بلكي انا مش مقتنع بشخص او باثنين كلاعب انا بحكي طبعا كلهم ناس محترمين ومؤدبين بالنهايه انت بدك تحملني المسؤوليه ما تقدر تحملني المسؤوليه فيجب ان يكون في اول شيء احتراف على مستوى الادارات بصراحه يعني في منصب بنقصنا من بانديتنا شيء اسمه المدير الرياضي المدير الرياضي اللي يكون هو حلقة الوصل بين الإدارة واللاعبين والجهاز الفني شخص متخصص صاحب خبرة صاحب مجال بهذا الحكي مشان هو اللي يربط كل هاي الأمور مع بعض لغاية الآن هذا الحكي مش موجود, فإحنا كلنا لغاية الآن للأسف لغاية الآن نشتغل في موضوع الفزعة وموضوع الفزعة على لقدام ما راح يزبط طيب كابتن الوحدات يعني احنا عارفين جزء انت بعيد متابع للوحدات من بعيد ولكن انت اليوم موجود معنا من بعيد بس قريب منهم قريب منهم قلبك قريب منهم. الله يخليك لكن أنت يعني كابتن اليوم تتحدث كمحب لنادي الوحدات وكلاعب قديم بحق لك ان تقدم النصيحه كان للاعبين او للجهاز الفني او للاداره وايضا بحق لك تنتقدهم يعني وظهورك على الشاشه هذا حق لكم اللاعبين اللي من دائما يوم ما نشوفكم الله يخليك كان هنا او في قنوات ثانيه لكن نادي الوحدات يعني حنحكي نادي الوحدات بجوز انضرب المثل بادارته بالمنظومه كامله السنوات الماضيه وما زال يعني لو تيجي نادي الوحدات بتشوف انه في عنده امور كثير مش فزعه يعني تنظيم كان قطاع فئات عمريه الى اخره في عنده افضل لاعبين الشباب في البرد موجوده عنده نادي الوحدات كان ينضرب فيه المثل واداره الوحدات يعني كانت في حلقات يكونوا ضيوف معنا كانت تتغنى انه احنا كنادي شلنا مقوله المدرب هو كبش الفداء او هو الشماعه اللي تعلق عليها اخطاء المدرب عندنا يجب أن يكون في استقرار فني لهي الامور كلها تغيرت مع بدايه الموسم الحالي شفنا تغيير في الاجهزه الفنيه يعني اذا بتشوف شو اللي صار مع اداره نادي الوحدات اللي غيرت من سياستها ونهجها وعم نشوف مستوياتها يعني واداء نادي الوحدات نزل كثير جراء هاي الامور اذا بدنا نجي اخ ليث نجي نحكي اول شيء بدايه أنا قطاع الناشئين احسن قطاع ناشئين مع بكل الانديه بصراحه وهذا أعمل. واضح اللي هو قطاع الناشئين بنادي الوحدات ناشئين الوحدات ولادي بيطلع لاعبين ومواهب كثيره بس هاي المواهب كمان اللي بتطلع لما بتوصل للفريق الاول وين بتروح كمان هون في عندنا مشكله احنا كإدارة صحيح احنا بنقول لك ماشي بخط معين وعلى عيني وراسي بس برضو انت كإدارة لما يكون في خلل انا كمشجع او محب وحداتي او محب للفيصلي او للرمثة لما بنتقد بنتقد باسلوب بناء مفروض الإدارة تسمع هلأ الجمهور أغلبه صار مثقف رياضيا الجمهور عم بنتقد مرات مش بنتقد مشان حب الانتقاد او والله انا كفلان بدي انتقد عشان انتقد، بنتقد عشان ايش؟ انه هذا الشيء سلبي ليش لا؟ ليش ما تسمع مني؟ هلا ارضاء الناس غير لا تدرك، هذا سهل. وضع طبيعي، بس السنه زي ما حكيت لك، السنه الامور مخربطه كثير، سوء النتائج هو اللي كشف هذا الموضوع بصراحه، يعني سوء النتائج خلت الامور شوي تصير واضحه، وهي طبعا مشكله عويصه، سوء النتائج طالما انت فايز الفرحة بتغطي دائما بتغطي مع انه بالوضع الطبيعي وانت فائز اذا في عندك مشاكل وعثرات تحلها وتحاول تصلحها مشان ما توقع بهاي المشكلة صحيح هلا احنا وقعنا بهاي المشكلة فمطلوب يكون في لها حل ولا انا كمحب لنادي الوحدات نادي بحبه وبعشقه وبحترمه واحترامي لكل الاندية طبعا وبحترم كل الاندية بس نادي عشت وتربيت فيه فانا ما بحكي بحكي مع احترامي من الصميم فانا ما بشوف خلل في الية معينة او شيء معين فاذا حكيت حتى بالعلن ما في الانتقاد الايجابي أعتقد هو اللي بيحسن اللي مش حاب يسمع الانتقاد الايجابي هو له الحريه طب وين بتشوف الانتقاد وين بتشوف انه صار في خلل في منظومه نادي الوحدات خلينا نحكي من المواسم الاخيره اذا اذا اتفقنا انه مستوى الانديه الاردنيه كلها كان مستوى يعني نازل زي ما تتفضل قبل شوي يعني الدوري من خمس ست مواسم مش هالمستوى يعني مع انه الوحدات بحسنه لكن اذا بدنا نحكي يعني بنقول الوحدات كان افضل الفرق السيئه الموجوده في الدورة الدوري زي ما تفضلت يعني مع احترام لنادي الوحدات ولجماهيره لكن هذا اللي بنشوفه يعني الوحدات اليوم قاعد باخذ الدوري نحكي الماضي والموسم اللي قبله بس مش زي الوحدات اللي كان يوم ما يشارك ويحقق بطوله الدوري قبل ست سبع سنين تلاقي بينهم ضرب ثلاثة واربع وين بتشوف المشاكل اللي خلت المستوى ينزل عند نادي الوحدات هلا استلم الكم كابتن عبد الله ابو زمع قبل سنه ونص حقق بطوله الدوري وحقق السنه الثانيه بطوله الدوري ماشي الحال وكان مع درقان حقق الرباعيه الاولى انا اذا بدي اغير مدرب بدي اجيب مدرب على سويه عاليه اذا جبت مدرب على سويه عاليه أنا المفروض ألتزم معه بالموسم كامل، هلا أنت جبت عماد خنكان، عماد خنكان مدرب قدير ولو مسمعيات ودرب انديه كبيره ودرب ذات راس وكان له يعني بصمه واضحه. يعني الوضع الطبيعي كان المفروض تعطي مجال انت لعماد خنكان تخليه يكمل الموسم، الان صار في خلل في الموسم بعد مرحله معينه بصراحه ممكن اغيره بين مرحلتين اعطي مجال للمدير الفني الثاني. المدير الفني الكابتن اكرم سلمان استلم قبل ثلاث اربع يعني اسابيع من مرحله الذهاب ونفس الشيء اقلوه، هلا استلم الكابتن رائد وهشام بين المرحلتين بين المرحلتين كان عندك لاعبين منتخب وطني ولاعبين منتخب اولمبي كان يدرب اغلب فريق الاحتياط والشباب يعني انت حتى المدراء الفنيين اللي هو رائد وهشام ما اخذوا فرصتهم مع الفريق اجوا قبل كم من يوم من مرحله الإيام تغيير الاجهزه التدريبيه كمان لها دور اختيار الاجهزه التدريبيه كمان اخلي لها دور انا كبدايه موسم ما بختار جهاز تدريبي لازم اعطيه كل الصلاحيات خلينا نكون واقعيين اخلي كل انديتنا بلا استثناء تتدخل بالأجهزة الفنية إلا من رحم ربي الوضع الطبيعي أنا كإدارة محترفة وبدي مصلحة فريقي أترك بصراحة الجهاز الفني هو اللي يختار ويشتغل بالطريقة اللي بشوفها مناسبة يعني انت كمدرب لما بتيجي بتقول انا بدي مساعد معي المساعد الفلان ومدرب الحراس الفلان وبدي على سبيل المثال الاداري الفلان بعض الادارات بتفرض عليك اشخاص معينين بجزء انت صحيح. يعني ما عندك مقدره تشتغل معهم او تنتج معهم كمان هاي مشكله كمان هاي لها دور كبير صحيح طب كابتن يعني لو حكينا يعني هذا انا بنقول لك بعض حديث الجمهور الان اصبح صدق. يعني منتشر بشكل كبير ومش صحيح الكلام لكن اليوم لا تقول لك مثلا الل مثلا اللاعب فرس شلباي بيلعب لانه مثلا والده هو مدير نشاط كره القدم اللاعب احمد هشام بيلعب لانه مع انه اللعيبه اللي انا قاعد بحكي فيهم هم لعيبه منتخب لا لا احكي احكي خذ راحتك سيدي احكي بس اه خذ راحتك <applause> انا ما بقدرش احكي رايي ولا رأيي انا لا, لا لا احكي احكي اشوف مثلا عم بقول يعني صارت يقول لك هذول اللاعبين قاعدين بنفرضوا على النادي بالرغم من انهم لاعبين منتخبات يعني لكن هذا حديث جمهور نادي الوحدات بقول لك كل واحد قاعد بده يلعب جماعته وواسطاته ومحسوبيات داخل الملعب حق الجمهور يحكي اللي بده اياه صح دائما وابدا الملعب مكشوف اخليه واضح للجميع زي ما حكيت لك الوحدات منظومة الدفاعية بصراحة سيئة جدا اثنين انه انت كلاعبين هلا بغض النظر فراس راس شرباي احمد هشام في بعض لاعبين كبار بيقولوا انه المدرب الجهاز الفني بحبيهم بجزء احنا بنتفرج على الملعب بنقول في جزء منه صحيح بس انت في المقابل زي ما حكيت لك بجوز انت قبل الاستوديو سألتني سؤال ليش شيء بالرياضة صح قلت لك اللي بجوز في بعض اشخاص بزبطوش بالرياضه صحيح. لانه انت بالنهايه بدك تحكي اللي بدك اياه بمنطقيه طبعا وبتعامل وادب أخلاق مع الجميع. هلا الوحدات اذا تقيس الخط الخلفي تاعه فراس ما مالوش احتياط. إدميري انصاب، اضطرينا في احمد الياس هو لاعب نص اصلا. صحيح ماشي الحال. هلا عندنا الباشا كان مصاب، محمد مصطفى نازل يعني بدنيا نازل، عندنا المدافع البرازيلي. يعني احنا لا سمح الله اذا انصاب اي واحد عندنا مشكله بالخط الخلفي حاليا بدك تضطر لاعب مش في مركزه أكيد راح يفقد كثير هل احمد الياس في نص الملعب غير طرف الشمال فريق زي فريق الوحدات عنده كل هاي الامكانيات اعتقد كل مركز لازم يكون لاعب اساسي والاحتياط ممكن اكثر من لاعب يكون يلعب اكثر من مركز والامثله كثيره هشام عبد المنعم يوم ما كان يلعب كان يلعب نص متاخر كان يلعب وسط الشمال كان يلعب ظهير الشمال كان عنده مقدره يلعب قشاش الكابتن يوسف العموري كان بيلعب ظهير اول ما بدا بعدين لعب قشاش كان عنده مقدر يلعب ظهير شمال فانت يعني منظومتك برضه بدك تحسبها هلا نوع من اللي بتحكيه في كثير هذا حكي بنذكر بصراحه بس انا باجي كفريق زي فريق الوحدات يعني في مراكز كثيرة ما لهاش بدلاء احنا عندنا الوفره بنادي الوحدات بصراحه في نص الملعب صحيح فيه وفره كبيره في نص الملعب يعني حتى ممكن لاعبين كثير تنظلم ممكن السنه الجايه يتركوا الوحدات وممكن يكونوا مواهب ممكن نستفيد منهم هذا واقع زي ما حكيت لك خليث يعني الحمد لله يعني راح ناقشك لوين ما بدك طبعا بالمنطق لانه بالنهايه الملعب مكشوف وهذا الحكي انا بحكيه لانه بالنهايه بدي مصلحه نادي الوحدات دائما وابدا احنا بنحكي بابنائه ومحبينه بصراحه بشكل كبير النادي الوحدات مش محسوب على شخص ولا عمره ينحسب على شخص الجميع النادي للجميع يعني جمهور الوحدات هذا اللي بضحي وبتعب كرمال هذا الفريق لها كل المحبة والتقدير ومرات حتى لو انتقادهم كان في يعني زيادة شوي بس إحنا كلاعبين كإداريين كمدربين لازم نتحمل هذا الجمهور لأنه محبة هذا الجمهور وتعب وركض ورانا أعتقد هذا لا يقدر بثمن كابتن بس ما جاوبتنا على بشكل تفضل انت حكيت بشكل عام وكلامك مقنع يعني بتشوف انه اللاعبين لان ذكرت مثلا اسمهم بتشوف انه ما لهم بديل يعني داخل نادي الوحده او ماخذين فرصه ناس ثانيه هلا في لاعبين ما لهم مش بديل انا حكيت لك الخط الخلفي تيجي تحسب في راس مالوش بديل بديل ما له حتى لو لعب منتخب وطني ولا منتخب اولمبي احمد الياز قلت لك عم بيجيبوه من مركز لمركز احمد هشام السنه مش مستوى احمد هشام العام لعب قبل ما يجي ابوه لعب مع الكابتن عبد الله ابو زمع قدم اداء لاعب منتخب اولمبي هلا ما توفق لانه موجود ابوه بيقولوا احمد ابن هشام طيب شو كابتن بتشوف انه هي يعني بالضر يعني يعني الجمهور بتشوف انه غلطان في النقطه هاي مثلا يعني مثلا خلينا نحكي اول شيء اللاعب مثلا في راس او اللاعب احمد هشام هم لاعبين يعني المنتخب كمنتخب ضمهم الكابتن جمال كان مع المنتخب هذا وجزء جاهم عرض احتراف كان اللاعب مثلا فراس شلبي وبيأدي يعني لو انت تركز فيه ككرة قدم فقط بيأدي بس ليش الجمهور قاعد بنظر للأمور مين ابو فلان مين ابو انا بحكي لك أبو لأ فلان لا, هذا بيلعب واسطه خلص حطوا باع عليه, باع 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 عليه. باع بعض 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 شغلات اخلاقيه زي ما حكيت لك هلا أه شوف انت كلاعب يعني ككره قدم كثير يعني بالجهاز الفني في امور صارت اخر اربع خمس ست مباريات زي ما حكيت لك ما حد قدر يحكمها. هلا انا كلاعب على سبيل المثال وابوي رئيس النادي، اذا انا بقدم مستوى ما عندي مشكله، بس انا لما يكون مستوى نازل اكيد راح تحسب انه والله ابوه عضو بالاداره او ابوه مدرب. بصراحه لغايه الان حتى هاي الثقافه تاعتنا ما وصلت، يعني افرض انا مدرب وابني بيلعب، وهلا ابني ما بقدم مستوى، عندي استعداد اطلعه. عندي استعداد اذا في بديل غيره ممكن يقدم احسن منه ويصير اساسي ليش لا؟ بس زي ما حكيت لك هلا الخيارات الموجوده صارت ضعيفه جدا على ضوء الاصابات والاوضاع الموجوده، الحكي اللي بتحكي فيه أخليث الكل بيحكي فيه. صح. انا يعني بالنهايه بهمني تجيب بديل لفراس بديل لاحمد بدك تجيب مهاجم. طيب مين المسؤول عن النادي يا ريت من ابناء النادي. مين المسؤول عن تعاقدات اللاعبين؟ يعني لما تحكي انت خط الخلفي في نادي الوحدات فش ولا بديل له خط الوسط في تكديس مهاجمين يعني بين مرحله الذهاب والياب ممكن الصفقات لنادي الوحدات كانت يعني في محلها كلاعب دفاع وكمهاجم وهم الجزء اللي اللي شالوا الفريق في بعض المباريات وسجلوا سجلوا اهداف لكن من البدايه كان وحدات اذا المدرب ما له مين يعني هل الامور بتصير فيها سمسره مثلا المصالح شخصيه لا لا, لا لا لا, هاي لا لا ما بصير فيها سمسره شوف احكي لك شغله اذا بدك تلاحق الاشاعات بالرياضه راح تتغلب كثير احنا بنحكي احنا ممكن تكون موجوده يعني لا 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 بشكل عام اعتقد ما فيش اداري في اي نادي يعني بيسمح لنفسه بهذا الحكي مع احترامي يعني هلا موضوع الصفقات بتصير من خلال الاجهزه الفنيه بس كيف بتصير؟ من خلال سي دي حلو. انت بتتفرج على لاعب بسيدي دي هذا سي يكون مصور قبل ست اشهر او سنه او سنتين مع احترامي هلا خلينا نقيسها على مثال حي توريس صاحب لمسه داخل البوكس بس توريس صار له فتره مش متدرب بدليل اول ما بلش كان الكباتن يلعبون نص ساعه شوط 30 دقيقه بس انت كمشاهد بتحس انه هذا له لمسه وداخل البوكس عم بجيب اقوال واي طابه بتجي صحيحة عم بسجل منها هذا اللاعب لو اجى في بدايه الموسم على سبيل المثال او استمر معك للسنه الجايه اكيد راح يكون له عنده بصمه واضحه صحيح. ماشي الحال هلا زنقه الانتقالات صارت اخر مره ومش دفاع عن هسه زي ما حكيت لك انا انسان بحب احكي الحق حتى لو زي ما بحكوا على قطع رقبتهم مع انه مش موضوعنا توريس اجى في اخر 48 ساعه من التعاقدات وراهنوا صحيح. عليه ناس واعتقد كان رهان جيد المدافع صحيح. البرازيلي قلت لك في ظل المشاكل الدفاعيه اثنين امكانيات الانديه لها دور في هذيك المبالغ بصراحه الانديه بتعاني بجوز اكثر فريق مستمر في رواتبه وكل شيء باول شهر اللي هو نادي الوحدات بس مع هيك في عندنا مشكله المكسب اللي كسبناه احنا بصراحه اللي هو الاعاره فادي عوض ممكن كابتن الثانيه يعني لسه بجوز لو انه لا قدام خمس سنين معلش هلا احنا كسبناه كلاعب يكسر هجمات صح ما ببني هجمه بالطريقه اللي بدك اياها بس بصراحه عم بشيل كثير عن خط النص والمدافعين هاي ميزه احنا نتمنى طبعا زي ما حكيت لك دائما وابدا انت الاحترافك حتى بتبلش من من صغارك، انا ليش ما يكون عندي طرف يميني كويس وطرف شمالي كويس؟ ليش ما يكون عندي وسط متقدم زي الله يسهل عليه الحسون حسن عبد الفتاح؟ ليش ما يكون عندي مهاجم له دور زي نحكي أم كان محمود شلباي الله يعطيه الصحه والعافيه بعزه مثلا. يعني هذول اللاعبين انت اللي بقطاع الناشئين سواء اللي بيلعبوا بكل المراكز وينهم؟ لازم احنا نطلعهم ونعطيهم فرصه كمان، هذا له دور بصراحه. صحيح. له دور بس كابتن يعني خلينا لو جينا الوحدات ورجعنا لبدايه الموسم مثلا فضل. كان عنده من ربع عماره لاعب صانع حلول فرديه وممكن ينهي لك مباراه في اي لحظه طلع للاحتراف كإدارة وحدات عملت وكان في لاعب أشرف نعمان اللي عدد كبير يتوقع اللاعب أشرف نعمان يسد ويقدم أكثر من اللي كان يقدمه من مرات لكن كانت هم جزء أول ما طبقوا وقعد في نادي الوحدات قيمة العقد اللي كانت عالية بجوز الحال النفسي اللي كان فيها أشرف نعمان ما قدم أي شيء وما أضاف أي شيء لنادي الوحدات ممكن من هون بلشت أزمة خلينا نادي الوحدات أنه دائما نادي الوحدات بيعتمد على أبناء النادي بشكل كبير هالمرة قاعد بيجيب محترف بمبلغ عالي ولاعب يعني كان مطلب جماهيري واللاعب ما قدم ممكن بتشوف أنه كان اعتماد كبير كجهاز فني وكإدارة وحدات على أشرف نعمان وأنه أشرف ما كان موفق مع نادي الوحدات أثر كبير على نتائج الفريق والله شوف الكابتن أشرف نعمان لاعب يعني على مستوى رائع وكبير يعني في لاعبين كثار ممكن تجيبهم أنت على يعني يكون بنادي ممتاز ورائع عم مستوى تيجي بجوز انسجامه ما يكون له دور مع فريقك بجوز ما يتوفق بجوز نفسية نفسية تلعب دور صحيح بصراحة أشرف ما توفق معنا مع أنه لاعب كبير لعب بالفيصل لفترة وكان ممتاز عم بيلعب حاليا بالسعوديه وعم بيأدي مستويات عاليه، ما توفق لظروف أوضاع معينه يعني بدناش نخش بتفاصيلها، بس اشرف لاعب كبير بصراحه وبتمنى باي لحظه يعود وياخذ فرصته بصراحه لانه بصراحه لاعب كبير وموهوب. هلا موضوع زي ما حكيت لك التعاقدات والمشاكل اعتقد انت اذا بتوقف عند اي مشكله انت ك يعني كاداره وكفريق راح تنهار. انت الشيء اللي ما يعني انت بتمرض بس ما بتموت هذا الوضع الطبيعي، يعني الضرب اللي ما بتقتلني المفروض بصراحه مش موضوع التعاقدات لا لا لا. بصراحه قلت لك المنظومه بشكل عام السنه صار في كثير امور وشغلات هي اللي كشفت هاي الاوضاع بصراحه. احنا نتمنى طبعا انه السنه الجاي الامور كلها تنحل ويرجع الوحدات اللي احنا طبعا دائما ابدا ننظر له بشكل كبير وبقمه الاحترام. يعني كابتن لو حكينا مثلا يعني أه بس أه انتقدته كان نقد بناء وبنشوف الان لو حكينا الحلول انه نادي الوحدات يعود يعني نادي الوحدات زي ما انت حكيت مثلا والكل ببصم في انه الوحدات كفئات عمريه هو بجوز بطل لجميع الفئات او اغلب الفئات هو متصدر البطولات المحليه للقطاع صحيح. الناشئين عنده قطاع ناشئين وهو هذا الركيزه الاساسيه المهمه ثاني شغله عنده الامور الماديه هنحكي هو الافضل بالرغم من ما بتعاني الانديه وبعاني ايضا النادي الوحدات لكن ملتزم في رواتب في مصاريفه للفئات وكل شيء يعني اهم شغلتين النادي الوحدات افضل من باقي الانديه بس ليش نادي الوحدات قاعدين بنشوف هاي المشاكل كيف ممكن تتوظف والامور هاي يكون في تنظيم اكثر لانه يستفيد من نادي الوحدات بانه يكون مستوى مستوى صحيح. دائما ابدا أخلاقية الانديه الجماهيريه بتعرف الا تلحق المشاكل وين مكانها هلا انا يعني بشكل شخصي قطاع هذا كثير نستفيد منه بصراحه يعني سن 16 و 18 و 20 بتمنى اذا في لاعبين موهوبين في بعض مراكز يلحقوهم بالفريق الاول هذا الوضع الطبيعي لانه بصراحه اذا لاعب وصل 20 سنه ما لعب فريق اول اعتقد يعني ما راح يقدر يلعب في نادي اكيد راح ينتقل لفرق ثاني واكيد الامثله كثيره على مستوانا او اللي قبلنا او اللي بعدنا خلينا نحكي لغايه قبل ال 2000 في لاعب كان يكون عمره 15 و16 و17 سنه ويكون لاعب فريق اول ولاعب منتخب وطني اول دليل في فرق في المواهب اثنين بجوز مرات بزمن الاحتراف ولما بتسلم انت نادي كبير زي الوحدات او الفيصلي او الرمثة بتخاف على موضوع النتائج عشان هيك بتحب تجيب اللاعب المحترف الجاهز كمان هاي لها دور صح. يعني برضو الجهاز الفني او الادارة اذا بتعطي اعاز للجهاز الفني انه انا في بعض لاعبين على مستوى عالي وموهوبين بدي اشرككم مرات بغض النظر عن النتائج اعتقد بصير الجهاز الفني يتجرأ بس انا كجهاز فني بدي اخذ بطولي او بدي كل مركز كويس بالنهايه بدي احسب حسبتي انه بدي اجيب اللاعب الجاهز وعشان هيك بجيبوا لاعبين محترفين النقطه الاهم اخلي اغلب انديتنا بتغفل اللاحه النفسيه مع اللاعبين خلينا نحكي عن موضوع لما بجيب لا. انا تعاقدات من الخارج انا لما بجيب مهاجم حقه 100 او 120 الف او 70 الف نعم واغلب مبارياته بكون قاعد على خط دكه البدلاء انت نفسيا دمرت فريقك دمرت اللاعبين الموجودين هاي نقطه مهمه انا لما بجيب لاعب محترف اللاعب المحترف شو معنى اضافه للفريق يكون مستوى افضل يعني من اللي يعني لك. بيكون مستوى اقل شيء على 30 او 40% مستوى اللاعبين اللي عندك او اللي بيلعبوا بنفس المركز انا لما بجيبه بنفس المركز وبعض مراحل بيكون اقل دمرت اللاعبين نفسيا ليش انا كلاعب يعني انا طالما بزمن الاحتراف هلا صح نديه تعب علي هيك اللاعبين بتفكر احنا ما كنا نفكر هذا الحكي احنا كنا ناخذ نص دينار على التمرين اخ ليت عشان طيب شو كتفت هلا هسا بنجيها بالنهايه بجزء اللي جزئيه خاصه بهذا الموضوع بجزء بدي احكي لانه حاب احكي حلو اللاعبين هسا بزمن الاحتراف زمن الاحتراف زمن الاحتراف بس برضه لازم يكون عندك ولاء وانتماء لفريقك اللي بتلعب معه او اللي تربيت فيه هذا الشيء مهم جدا هلا انا السنه بلعب بهذا الفريق لازم اقدم كل ما عندي السنه الجايه لعبت مع فريق ثاني لازم اقدم كل ما عندي احنا بزمن الاحتراف بس انت في الموسم اللي انت فيه بده يكون عندك قمه الانتماء والولاء لفريقك هذا شيء كثير مهم هلا الاختلاف الاختلاف كثير طبعا هلا الناحيه النفسيه هاي انت ما بتجيب لاعب زي ما حكيت لك حقه 100 120 او 70 الف واغلب الوقت ادقه البدلاء انا كلاعب اذا بلعب بنفس مركزه باخذ مقدم عقد ثلاث او 5000 دينار راتب شهري 500 دينار نفسيا بدي انزل الا اذا ما كان عندي مقدره شخصيه اثبت للجميع انه انا ابو الثلاث او الخمس الاف دينار واللي راتبي 500 دينار بالشهر بقدر اقدم ابو الحق حقه 100000 بالنهايه زي ما حكيت لك بترجع للاعب نفسه انا كلاعب ايش بدي اوصل أو وين بدي اوصل بصراحه اللاعبين عليهم جزء كبير خلينا نكون واضحين كابتن يعني قبل الحلقه بجوز كنت بتفرج على مقطع فيديو للمدرب نادي الوحدات راد عساف كان يعني في حديث مع احد الاشخاص بقول لك نادي الوحدات نص اللعيبه اللي فيه حرام يلعبوا فيه في نادي الوحدات آه تصريح مثل هذا التصريح او مثل هذا الكلام اللي تم تصويره وانت في مرحله حساسه جدا يعني انت عندك بغض مبار... النظر عن ادائك انت مباراتك الجاي راح الملعب يكون بجوز فل انه احتمال تحسن بطوله الدوري صحيح وتتوج في اللقب في المباراه الجايه ضايل بتشوف كمدرب ها قديش بتاثر على نفسيه اللاعب لما مدربه ال... يعني مع انه مع كلمة المدرب راد عساف يحكي عن اللعيبة انه حرامي يلبسوا كل روح طيب ليش ما نحسبها من ناحية إيجابية؟ من أي ناحية؟ أنا بحكي لك. هلا أنا بيجي مدرب بوصل لمرحلة معينة في أحد الأندية قبل فترة طبعاً بدون ذكر اسم نادي هلا عندهم مدير فني رائع وعلى مستوى كويس اللاعبين صار لهم بأحد يعني كذا مباراة عم بأدوا مستوى مش كويس. اجتمع فيهم رئيس النادي والهيئة الإدارية للاعبين لم يعني انتم اللي عم تعملوه ما عم بتسيئوا لنفسكم عم بتسيئوا كمان لمدربكم لناديكم بصراحه فيعني لازم اول شيء تقدروا مدربكم اللي هو مسؤول عنكم وعمل معكم شيء واثنين تقدروا ناديكم اللي انتم لابسينه هذا شيء مهم فبليش ليش ما ناخذها من الناحيه الايجابيه هلا في ناس فسروها أنه انتم حرام تلبسوا هذا الكلر ما عندكوش انتماء وما عندكوش روح ممكن جزئيه بس الجزئيه الثانيه ممكن تكون انه ليش ما يقول مشان يعني يحفز اللاعبين ويعطيهم معنويه انتم هذا الكلر لابسينه لازم تقدروا وتحترموه وتضحي عشانه ما هي لها جزئيتين اخلي زي طيب. ما حكيت لك كل شيء بتحمل و الايجابي نرجع والسلبي نرجع للنقطه انه يعني نرجع للنقطه اللي حكينا هلا مش دفاع عن رائد عساف وهشام عبد المنعم ها لا لا انا يعني بالمعنى بس انت انا لا بدي ارجع لنقطة انت حكينا فيها قبل شوي انه يعني اللاعب ممكن ياخذ اللاعب اللي له جماهيريه وبيلعب في نادي جماهيري ممكن ياخذ الجمهور كعامل ايجابي وممكن ياخذه كعامل سلبي يعني حكينا انه ممكن يعني مثلا لاعبينا قاعدين بيأخذوا هاي الشغله سلبيه ما باخذوا انه الجمهور هذا جمهورك واقف وراك يعني هذا عزبتك هذا اللي جاي يشجعك بالملعب هذا اللي بيرفعك للسماء قاعدين باخذوا الامور بشوفها بسلبيه يعني بترك كل الهتاف والشيء اللي منيح وبجوز بتبع على امور اللي ممكن تكون سلبيه وتاثر على نفسيته ممكن من هيك كلام تاثر على نفسيته شوف اللاعب أه بالنهايه هو محبر حديثنا بكل شيء هلا انت كاداره ما بتامل لك الجهاز الفني أه بيشتغل هو ياك من خلال التمرينات او طول الاسبوع لما بتنزل انت على الملعب 90 دقيقه الكره في ملعبك زي ما بيحكوها هلا اللاعب بالنهايه بيقدر يرد علي انا كمدير او كمدرب او كاداره بس وين برد علي بالملعب هلا انت بتيجي بتحكي يا اخ ليث انت مش كذا 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 وبتيجي انت في مباراه مهمه او على طول الموسم عم بتادي وبتعمل اللي عليك اعتقد اثبت للجميع انه انا بحق بحق لي البس هذا الكار واكون منتمي له آه شوف بجوز يعني حتى مع احترامي اللي انزل يعني آه خلينا نحكي هذا الفيديو بجوز نزلها نوع من العصبيه ممكن صحيح صراحه نوع من المحبه زي ما حكيت لك انا عشر جمهور الوحدات يعني كنا وحتى احنا بنفوز مرات وانا بحكي لك عن حالي بشكل شخصي كنت بعض مراحل اضيع قوالي كثير كان ينحكى علينا مش ما ينحكاش بس انت بالنهايه لما كنت تجيب هدف هذا اللي كان يعني ينتقدك اول واحد ممكن يزقف لك وينبسط عليك فاحنا كمان الجمهور يعني في بعض مراحل او اغلب المراحل بصراحه ما عنده. كابتن احنا لانه الوقت بدا في جزئيه انت كنت تحكي عنها اليوم آه الجزئيه الاهم الجزئي وبدي منك كمان يعني جمهور الوحدات بجوز اليوم قاعد بتحسر على كل لاعب قديم بجوز بنبسط يوم يشوفكم على شاشه التلفزيون كلاعبين قدماء منكم الكلمه بجوز بتكون مؤثره يعني وايضا كلمه توجهها للاعبين نادي الوحدات والله انا, أنا بدي آه عن الجزئيه انا بدكية. الجزئيه اللي بدي احكي عنها كنت جمهور الوحدات نعم بصراحه سبقني اخليت شوف آه جمهور الوحدات آه جمهور رائع ومحب وجمهور كبير طبعا وبحترم كل جمهور الانديه يعني بلا استثناء آه جمهورنا جمهور عاطفي محب بزعل الخساره بالذائق على الخساره صحيح يعني خساره امبارح بصراحه فريق ما ادى الجمهور كان غضبان وزعلان بشكل مش طبيعي بجوز على زي ما حكيت لك على كل مراكز يعني التواصل الاجتماعي بس جمهورنا جمهور طيب ومحب انا بتمنى منهم انه بالنهايه يصبروا وبالنهايه هم لهم حق انه اللاعبين تقدم وتادي في المباريات لانه بالنهايه انا باجي اتفرج عليك من محبتي وانتمائي لك لازم تعطيني شيء في الملعب لاعبين نادي الوحدات بتمنى منكم دائما ابدا أن تقدروا هذا الجمهور لانه هذا الجمهور لا يقدر بثمن كثير من أندية مع احترامي تتمنى يكون عندها جمهور زي جمهور الوحدات يعني الكم والعدد اللي بيجي على المباريات أكبر حافز لأي نادي يؤدي كرة قدم كثير أندية بتحسدنا على هذا الجمهور أعتقد المطلوب من لاعبتنا ما يضحوا بهذا الجمهور ويحافظوا عليه وأعتقد في مباراتين مهمات جدا على مستوى الدوري وفي مباراتين مهمات بكأس الاتحاد الأسيوي أتمنى من لاعبتنا في الأربع مباريات يثبتوا أنه فعلا هم محبين ومنتمين لهذا النادي ولهذا الجمهور اللي بيستاهل كل خير وكل طيب كابتن توقعاتك بالنسبة لبطولة الدوري هو غريب عجيب بس كلا دوري بدون بطل ممكن. يعني كل واحد له توقعاته كما بدون بطل بس مين تتوقع يعني الوحدات عنده مباراته المقبلة راح تكون مباراته المقبلة مع نادي الرمثة وبعدها راح يلعب أيضا مع نادي الجزيرة الفئة صريخ نحكي المنافس الآخر مباراة صعبة مع نادي الحسين يعني هي أخليث شوف المقياس يعني صعب انا كوحدات بجزء بعد لانها تحملني يعني قلت لك احنا كلاعبين يعني صحيح. صح انت بتلعب مع نادي وبتنتمي له بس في النهايه بن يعني بنحترم الاخرين وبنحبهم وبنقدرهم وهذا شيء واقع وجد بتعرف كثير مقابلات كنت تسالني اقول لك كابتن جريس مضبوط ولا لا؟ صحيح. هلا الوحدات عندهم مباراتين نسبيا مع فريق فريقين شبه مأمنين هاي ممكن تكون سلاح ذو حدين يعني الرمثة والجزيرة فريقين مرتاحين بصراحة يعني شبه أبعدوا عن الهبوط فممكن بتكون يلعب هذا باريح. سلاح بيلعب بأريحية ويقدم كل شيء عنده مباراة زي ما بيحكوها للذكرى بالنهاية هاي ممكن تكون علينا صعبة بصراحة الفيصل بالمقابل يلعب مع مباراتين مع فريقين ممكن يهبطوا اللي هو الحسين والبقعة وكمان هاي الشغلة مش سهلة هلا بصفي الدور على الجهاز التدريبي والفني في هاي المرحلة المرحلة هاي الحساسة العامل النفسي له دور كبير انه يطلع اللاعبين من الخساره تاعت امبارح بالنسبه للكابتن رائد وهشام لانه عندهم مباراه مهمه الجمعه وعندهم مباراه مهمه الثلاثاء اعتقد لازم يطلعوا اللاعبين بهال 48 ساعه من الحاله النفسيه اللي هم فيها ويقدموا اداء جيد يوم الجمعه لانه اعتقد الفيصل راح يكون في مباراه الرمثة يوم الجمعه يعني توقعاتك يوم احنا من جزء من شهر واحنا كل العالم بتقول المرحله الجاي بنحسم لا لا هسه الدوري اعتقد ما راح ممكن المرحله الاخيره ممكن يضرب. ممكن تروح لمباراه فاصله العلم عند الله بس حسب ما بنشوف زي ما حكيت لك انا السنه سميت الدوري الدوري بدون بطل لانه لغايه الان ما لقينا فريق ب 12 فريق يقنعنا انه هو فعلا لازم يكون صاحب البطوله هذا الموسم بتمنى يعني كابتن ان شاء الله المواسم المقبله ان ينعاد النظر وتعاد الهيكل الكامل بكره القدم إن شاء الله نشوف مستوى افضل كابتن نهايه الحلقه بنشكرك كنت اليوم ضيف الله يخليك حبيبي يا ريت دائما شكرا لك حبيبي لا شكرا للاخوان وشكرا للجمهور الله يسعدك هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن يتجدد من الموعد يوم الإثنين القادم مني لكم وإلى اللقاء